يوم أمس أنهى طلبة التوجيه امتحانات الثانوية العامة واللي بدأت ب 25 من الشهر الماضي، واللي عددهم 135 ألف طالب وطالبة تقدموا الامتحان الثانوية العامة. هذه الامتحانات رافقتها العديد من الإشكاليات والاختلالات، منها صعوبة الأسئلة وضيق الوقت، ومنها تسريب وتصوير الأسئلة والغش، وعدد في عدد من الامتحانات منها الكيمياء والأحياء. غيث، هاي السنة الوزارة لاحظت وجود عدد كبير من المخالفات خلال انعقاد الامتحان، وقررت رفع عقوبة الحرمان من دورتين إلى 4 دورات، إضافة لتغليظ العقوبة على العاملين في الوزارة ممن شاركوا في ارتكاب هذه المخالفات. ملفات عديدة بحاجة لتوضيح حول امتحان التوجيهي. اليوم بدنا نرحب بالأستاذ محمد أشحادة، مدير إدارة الامتحانات والاختبارات. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير ريت مساشا ولجميع المتابعين. أهلا وسهلا فيك. يعني دكتور، خلال برنامجنا تحدثنا بحلقات سابقة عن ملاحظات وصلتنا، يعني عن ملاحظات وصلتنا من خلال طلاب التوجيهي. يعني لو تحدثنا عن هاي المخالفات، عدد هاي المخالفات وأبرزها وكيف تم التعامل معها. إحنا هذه الدورة شهدت عدد كبير من المخالفات مقارنة بالدورات السابقة. يعني هذه الدورة تجاوز عدد المخالفات 1000 مخالفة مقارنة بالنصف تقريبا للدورة الصيفية الماضية. وغالبية هذه المخالفات تتمثل باستخدام أجهزة اتصال أو أجهزة تصوير داخل القاعات، وأغلبهم ضبطوا وتم اتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم. عقوبة استخدام الهاتف الخلوي أو سماعة لاقطة أو جهاز تصوير داخل قاعة يصل إلى دورتين امتحانيتين حرمان من التقدم، أي عام كامل. نعم. لكن هذه المخالفة يجب تغليظها، وستعمل الوزارة في الدورات السابقة على رفعها إلى 2، أي 4 دورات امتحانية. نعم. اليوم أستاذ محمد كنا نتحدث عن اتهامات تتعلق بالطلاب في حالات الغش، ولكن هذه المرة جرى الحديث عن عاملين وكوادر مشرفة يعني على سير الامتحان المتعلق بالثانوية العامة. أين وصلت التحقيقات فيما يتعلق يعني بالموضوع الأبرز، وهو تسريب الأسئلة في بعض المواد وبعض الامتحانات؟ هو في جميع الجلسات اللي تم فيها تصوير الأسئلة وإخراجها كانت بعد بدء الامتحان، ولا يمكن أبدا أن تخرج الأوراق قبل أن يبدأ الامتحان في 10:00، فهو غش، نوع من أنواع الغش وليس التسريب. نعم. إحنا عندنا عدد كبير من الطلبة بتقدموا يومياً، بيزيد عددهم عن 155 ألف طالب موزعين على عدد كبير من الغرف، عندنا أكثر من 10,000 غرفة امتحانية. كذلك إحنا بنعتز بكوادرنا اللي على درجة عالية من المهنية والكفاءة، واللي بتجاوز عددهم في المراكز الامتحانية 20,000. لكن لابد أن تكون هناك حالات محدودة بيكون فيها مخالفات، وهذه رصدناها. احنا مشكلتنا الورقة الامتحانية لو طالب واحد قام بتصويرها واخراجها بتنتشر. المخالفات اللي ارتكبت من العاملين بتتراوح ما بين التقصير او التفريط ببعض المهام الى التآمر على اخراج الورقة. والحالات اللي تم فيها تصوير الورقة من عاملين واخراجها هي حالات محدودة جدا. لكن الحالات الأخرى قد تتمثل بالتهاون في المراقبة أو التغاضي عن محاولات الغش، وهذه المخالفات كلها ترصد وفي لجان تحقيق من الوزارة، وممكن إذا كانت المخالفات جسيمة تحول لمجالس تأديبية. نعم. طيب يعني دكتور، هذه المجالس التأديبية قد تتخذ عقوبات رادعة. طيب لو بدنا نعرف عن إجراءاتكم لمنع حدوث مخالفات مثل الغش أو ما شابه، وإحنا بنعرف إنه في يعني تشويش بيكون بفترة الامتحانات، شو هي الإجراءات اللي ممكن تكون أكثر غلاظة لحتى ما تتكرر هاي الحوادث؟ إحنا في عنا إجراءات تفتيش دقيقة داخل القاعات وغرف الامتحان، بحيث إنه الطالب يمنع أن يدخل معه أي شيء سوى بطاقة جلوسه وبطاقته الشخصية. الأقلام، الآلات الحاسبة الخاصة، الأوراق الخاصة كلها تمنع. في تفتيش دقيق على القاعة وفي مراقبة. كذلك إحنا في عنا مشرفين من المركز الوزارة بتجولوا في الممرات وبيحاولوا يرصدوا موجات البلوتوث، والطالب الذي يشتبه به يعاد تفتيشه. في إجراءات صارمة.
لكن بعض الطلاب قد يتمكن من تصوير الورقة وإخراجها قبل أن يضبط، وفي كثير من الطلاب كذلك ضبطناهم وهم يقوموا بالتصوير، لكن العدد الكبير من الطلاب والعاملين هذا يجعل عملية التحكم بمنع إخراج الورقة بعد الامتحان هي عملية صعبة. حتى لما كنا نستخدم أجهزة التشويش كان بعض الطلاب يستخدم ترددات لا تصلها أجهزة التشويش، لكن سيكون في تنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخدام أجهزة أكثر تطوراً لمنع هذه المحاولات. نعم. في الدورات السابقة. إذا ما تحدثنا أستاذ محمد يعني عن بعض ملاحظات الطلبة واللي كانت تصلنا خلال فترة الامتحانات على البرنامج، يعني إحنا تحدثنا بالأبرز هو موضوع الغش، ولكن خلال الفترة السابقة إذا ما تحدثنا بامتحان الرياضيات وما حدث على هذا الامتحان، ودائما الطلبة يعني أنت بتعرف بعد ما يطلعوا من الامتحان بكون كثير حديث إنه صعوبة الامتحان، الأسئلة خارج المنهاج، يعني اللي دارس واللي مش دارس بكون له بعض التعليقات على هذا الموضوع، ولكن فيما يتعلق بامتحان الرياضيات تحديدا اللي صار عليه يعني حديث خلال الفترة السابقة، ما هو توجهكم في الوزارة وفي إدارة الامتحانات والاختبارات للتعامل مع الأسئلة اللي صار عليها شوية لبس وحديث في مادة الرياضيات؟ الشكاوى من صعوبة أسئلة الامتحان بتتكرر كل صح. عام، وبالذات في مبحثي الرياضيات والكيمياء، مقارنة في مباحث مثل التربية الإسلامية وتاريخ الأردن لا نجد هناك شكاوى كثيرة، لأنه الرياضيات والكيمياء تتطلب تأسيس مسبق من الطالب. كثير من الطلبة يصلوا إلى الصف الثاني عشر وهم غير مؤسسين جيدا في تلك المباحث. كان في جدل حول سؤال محذوف من الكتاب التجريبي وغير موجود في الطبعة اللي بين أيدي الطلبة. نعم صحيح، وهذا وضحت الوزارة سابقا بأنه وإن كان المثال غير موجود فالدرس ما زال موجود، والأمثال الأفكار كلها اللي موجودة في هذا السؤال متضمنة في أمثلة الكتاب. رغم ذلك الوزارة راعت أبناء الطلبة بحيث احتسبت الخطوات على العلامات الأكبر على الخطوات التي يتقنها الطلبة. نعم. وتصحيح الرياضيات شارف على الانتهاء. نعم. وعلامات الطلاب في تلك الأسئلة مبشرة، حتى بعض الأسئلة اللي احتملت أكثر من فهم من الطالب اعتمدت جميع الحلول حسب فهم الطلبة. نعم. احنا اللي صحح دفاتر الرياضيات هم معلمينا، وبيقترب عددهم من 3000 معلم. لو كان في إجحاف بحق الطلبة لكانوا هم أول المعترضين. نعم. طيب دكتور، بالحديث عن تصحيح الأوراق، يعني لوين وصلت عملية التصحيح؟ متى موعد إعلان نتائج التوجيه؟ احنا عمليات التصحيح بدأت من أول يوم امتحان وتستمر، احنا تقريبا هنا نصف المباحث، لكن عمليات التدقيق ما زالت مستمرة، وعادة احنا بنحتاج من 3 لـ4 أسابيع من آخر امتحان حتى نعلن النتائج، ومتوقع تكون منتصف آب، قد تزيد أو تنقص قليلا. نعم. طيب بالعودة يا أستاذ محمد يعني إلى موضوع الغش، كان لكم تصريحات على وسائل الإعلام بأن الطالب الذي مارس الغش أو ثبت تورطه بالغش خلال التحقيقات التي تجريها وزارة التربية والتعليم سيتم محاسبة الطالب بأثر رجعي، يعني تشرح لنا أكثر بس عن هذا الموضوع إذا سمحت. هذا متبع احنا عندنا في إدارة الامتحانات من سنوات، يعني مثلا قد يستخدم الطالب ورقة غش ولا يضبط أثناء الامتحان وممكن ينساها في دفتره، ففي مراكز التصحيح عندما تصحح الدفاتر وتضبط ورقة الغش يتخذ قرار بحق الطالب. وكذلك في هذه الحالات إن ثبت تورط أي طالب بالغش سيتم اتخاذ قرار حرمان بأثر رجعي إن ثبتت. نعم. أستاذ محمد، يعني عدد من الأسئلة بتصلنا من خلال الواتساب لحضرتك، يعني رعد البطايني بيسأل اليوم نمط امتحان الثانوية العامة طويل ومكلف ومعقد ومربك لكل طبقات المجتمع، هل هناك بدائل أو خطط يعني يكون هذا الموضوع أسهل وغير عن حالة التعقيد اللي قاعدين نشوفها سواء بالتفتيش وسواء يعني بحالة هذه الطوارئ اللي بترافق عملية امتحان التوجيهي؟
الوزارة بتعمل على تطوير امتحان الثانوية العامة. احنا بدأنا بإنشاء بنوك أسئلة وبدأنا بتجهيز مراكز امتحانية بحيث يكون التقدم للامتحانات بشكل إلكتروني، وتكون هناك نماذج متعددة للامتحانات، ويستطيع الطالب اختار الوقت اللي بيناسبه. وهذه المشاكل كلها يفترض أن تختفي، بحيث أن الطالب لما يتقدم يظهر له نموذج عشوائي بترتيب عشوائي للأسئلة، وهذه النماذج تكون مدروسة بعناية بحيث تكون متكافئة في الصعوبة. إلكترونيا يعني سوف يكون الامتحان توجيهي؟ الوزارة تعمل على ذلك، بحيث أنه خلال عامين تكون جميع امتحانات الثانوية العامة إلكترونية. طيب أستاذ محمد، فيما يتعلق أيضا يعني الكل اليوم بيحكي بأنه هناك عصابات ممنهجة يعني تعمل خصوصا قبل دورة الامتحانات للغش، يعني كان في حديث بأنه قبل شهر أو شهرين من الدورة هناك عصابات ممنهجة بتحاول بأنها تقنع الطلبة بأنه إحنا عندنا أسئلة التوجيهي، بنأمنك بموضوع التوجيهي. اليوم كوزارة ومن خلال التحقيقات ومن خلال التشاركية مع الأجهزة المعنية، هل يمكن أن تؤكد لنا هذا الموضوع أو تنفيه؟ إحنا في عندنا فريق رصد لصفحات التواصل وصفحات التليجرام حتى من قبل أن تبدأ الامتحانات، يوميا نرصد هذه الصفحات لبعض المروجين والجروبات التي تستخدم للغش، ونعد بها تقارير مفصلة بالحسابات والأسماء ونرفعها لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. كذلك كل من تثبت عليه تهمة الترويج للغش واستخدام وسائل الغش نرفع دعاوى ضدهم للنائب العام، وقد رفعنا الكثير من الدعاوى. نعم. طيب أنا بدي أشكرك، لكن هذه الإجراءات تأخذ وقت. نعم. بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد شحادة، مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، على هذه التوضيحات. كنت معنا ضمن برنامج بصراحة، شكرا جزيلا لك. بصراحة.